موجة من الطقس السيء ستضرب البلاد اليوم، حيث سنشهد عاصفة ترابية ستعمل على تدهور الرؤية وأمطار رعدية على عدة محافظات، فما أكثر المحافظات تضرراً بهذا الطقس السيء والعاصفة الترابية والأمطار، ومتى ستكون ذروة هذه العاصفة اليوم؟ وهل ستصل إلى القاهرة أم لا؟ هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم في تغطيتنا الجوية، كما سنستعرض أيضا نصائح وتحذيرات خبراء الأرصاد الجوية حرصا على سلامة المواطنين مع بيان بدرجات الحرارة. قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية. أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس معتدل الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية. وعن أهم الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، فمن المتوقع أن نشهد تقلبات جوية قوية وتغيرات كبيرة في حالة الطقس اليوم، وسوف تستمر لمدة 24 ساعة. فالبلاد بتتأثر اليوم بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية، يتسبب في جلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتعمل على تدهور الرؤية الأفقية، وقد تصل لحد العاصفة على مناطق من الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج وقنا، وأيضا خليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية. وستتراوح سرعة الرياح خلال العاصفة المتوقعة اليوم ما بين 50 ل 60 كيلومتر في الساعة على فترات متقطعة من اليوم، وستكون ذروة العاصفة في وقت الظهيرة اليوم. وأشارت الأرصاد أنه قد يمتد تأثير الرمال المثارة والأتربة إلى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، ولكن ستكون أقل حدة بالطبع من المحافظات السابقة، وسوف يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى. كما أيضا أعلنت الأرصاد استمرار تجدد السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا مع استمرار نشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية. وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية لاستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا. كما أن الفرصة مهيئة تماما اليوم لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وأيضا سيناء. وقدمت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين، ومنها القيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحراوية، وأيضا تجنب التواجد أسفل اللوحات المعدنية والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة، مع ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسي والصدر والحساسية والجيوب الأنفية، ولو طبعا مفيش كمامة ممكن وضع منديل على الأنف والفم أو أي قطعة قماش، ومن الأفضل أنها تكون مبللة، وطبعا مع ضرورة حماية العين قدر الإمكان واللجوء لأي مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعة الرياح العالية. كما وجهت النصائح لقائدي السيارات وهي كالتالي: تجنب القيادة أثناء انخفاض الرؤية الناتجة عن الرمال أو خلالها، لكن إذا واجه قائد السيارة عاصفة ترابية فلازم يتحقق على الفور من حركة المرور حوالين السيارة من الأمام والخلف والجانب، والبداية في تهدئة السرعة والانسحاب من الطريق بأمان وعدم الانتظار، لأن تدهور الرؤية الأفقية بيؤدي طبعا لصعوبة الانسحاب، ولازم كل الخطوات دي تتنفذ سريعا والخروج من الطريق السريع
وعدم التوقف في أي حارة من حارات الطريق والانتظار حتى تتحسن الرؤية. ويجب أن يكون سائقي المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة. يمكن أن تكون العواصف الترابية مخيفة، لكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما، ويمكنك العودة للطريق مرة أخرى. وبالنسبة لحالة البحرين، فتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر وربع، والرياح السطحية شمالية غربية. أما عن البحر الأحمر فتكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر لمتر ونص، والرياح السطحية شمالية غربية. وحذر مركز معلومات تغير المناخ من تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطية منخفضة، يعمل على دفع كتلة هوائية صحراوية. وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الكتلة الهوائية الصحراوية ستؤدي إلى التالي: ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وخاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد زي طبعا الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والصحراء الغربية والواحات على فترات متقطعة من اليوم. وأيضا سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا، وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء. ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إننا هنشهد النهاردة بعض التغيرات والتقلبات الجوية في حالة الطقس، ولكن شدة التغيرات دي هتختلف من محافظة لأخرى، وده طبعا نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، إلى جانب منخفض جوي متعمق في على سطح الأرض وأشارت إلى أنه يصاحب تلك التقلبات رياح نشطة وكتل هوائية جنوبية وسرعات رياح قوية تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وسوف تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية والتي من الممكن أن تصل إلى حد العاصفة على بعض المحافظات الموجودة في شمال ووسط الصعيد كطبعا الفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج وبعض الأماكن من محافظة البحر الأحمر وخليج السويس والصحراء الغربية، والتي تصل سرعات الرياح بها من 50 ل60 كيلومتر في الساعة. ونوهت أيضا أن المحافظات الساحلية هتتأثر بأمطار رعدية وتمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وسيناء وخليج السويس، وأن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة تصل ل36 درجة مئوية في القاهرة و44 درجة مئوية في محافظات الصعيد. وأيضا أن المناطق الشمالية ستتأثر بنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة ولكن بشدة أقل، ويكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية في القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد. وأيضا أن شمال الصعيد وشمال وسط الصعيد وشمال البحر الأحمر الأكثر تأثرا بالرياح المحملة بالرمال والأتربة اليوم وتصل لحد العاصفة، وهناك ونصحت بضرورة أخذ الاحتياطات خلال الخروج من المنزل والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأيضا أكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة والأشجار. وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على أغلب الأنحاء، وقال أن طقس اليوم سوف يشهد مجموعة من الاضطرابات الجوية وارتفاع في درجات الحرارة، ده طبعا بالإضافة إلى وجود حركة لنشاط الرياح المصاحبة للرمال والأتربة، وأن محافظات شمال الصعيد ومنطقة خليج السويس والبحر الأحمر والصحراء الغربية سوف تشهد وجود منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية بجانب كتل هوائية جنوبية غربية تؤدي إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى العاصفة الترابية. وأشار طبعا إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على القاهرة ستكون 36 درجة مئوية والسواحل الشمالية 28
20 درجة مئوية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار الخفيفة. وسوف تشهد محافظات الصعيد ارتفاعاً في درجات الحرارة، سوف تسجل درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية. وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم فهي كالتالي: القاهرة الكبرى وأيضا الوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24 درجة، السواحل الشمالية 28 درجة للعظمى والصغرى 27 درجة. وعن محافظات جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 درجة للعظمى والصغرى 27 درجة. وعن شمال الصعيد 44 درجة للعظمى والصغرى 27 درجة. أما عن جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى تكون 28 درجة مئوية. أعزائنا المشاهدين، بكده تكون انتهت تغطيتنا الجوية. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.